السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا شيخنا، اتفضل. أمي يا شيخنا عندها طفلة، يعني هي مش طفلة، تقريبا سن 13 سنة أو 14 سنة، تحفظها القرآن ومهتمة بحفظها القرآن وكل شيء، ولكن في مشكلة إن هي تأخذها الأفراح المختلطة وأغاني وكل الكلام ده، يعني زائد إن هي تدخلها مدرسة مختلطة حتى سن الثانوية، يعني لحد 3 ثانوي هتفضل مدرسة مختلطة كما هي. فأنا يعني أول حاجة عايز حضرتك توجه لها رسالة، تاني حاجة لو ليها ابن يرفض هذا الكلام ولما بيكلمها في الموضوع بتغضب وبيحصل قطيع، يعني بنختلف يعني. والله لها زوج هذه المرأة وزوجها ميت. زوجها موجود ولكن مش مو يعني مش قاعد معاهم على طول بحكم الشغل وكده، بعيد. فكرت لو الابن فكر يقول للزوج، لأن الابن ليس يعني ابنها هي، لكن ليس ابن الزوج. البنت بنت هي أخته ولكن من الأم فقط. ايوه، لكن ابوها موجود البنت، أبوها موجود ولكن، وهذا اخوها من الام، وأنا أخوها من الأم، مظبوط. وانت اخوها من الام، والام غير غير حفظها القرآن وكل شيء ولكن المدرسة، لأن المدرسة تجريبية، لا هنضيع مستقبلها لو حولنا لها أزهر مثلا أو أي مدرسة غير المدرسة دي. طب دي مختلطة لحد 3 ثانوي، طب سؤال، وللعلم كمان في سؤال، في سؤال، وجدت أصحاب و... في سؤال، بس اصبر عليا بس. تفضل. صورة الاختلاط في فصل كام؟ في فصل للبنين وفصل للبنات، أم البنين والبنات في فصل واحد؟ في فصل واحد يا شيخنا. والبنت دينة أو غير دينة؟ البنت يا شيخنا للأسف الشديد، يعني أنا كنت متابع لها، يعني كانت دينة جدا، ولكن الصحبة السوء ابتدت تأثر عليها في الألفاظ، ألفاظ لا تقولها في المنزل، ولكن يعني تحققت من هذا، من هاتفها وأشياء من هذا القبيل، وجدت أن أخلاقها يعني في يا أخي، أخي تزداد سوءا. هذه البنت الله يحفظها ويبارك فيها وفيك وفي أمها ويهديها. البنت طبعا بلا شك ولا ريب أن فصل البنين على البنات إن استطعتم ذلك هو الأسلم في الدين والأبعد عن كل ريبة، فإن استطعتم فعل ذلك حفاظا على دينكم وعلى دين الفتاة وعلى أخلاق الفتاة فعلتم. إن عجزتم عن ذلك أو في أي شيء يمنعكم، فهذه البنت إن شاء الله نبتة الخير فيها بإذن الله، فنموا فيها نبتة الخير وعلموها برفق، علموها برفق، بارك الله فيك. والافراح المختلطه يا شيخنا، يعني ابعدوها عن الأفراح لا. أي شيء. انا حتى انصحها، اقول لها لو هتروحي انتي بلاش تاخديها، ما تعوديهاش من صغرها، يعني هي مصره تقول رجلها على رجلي، اقول لها طب ليس في المنكر، يعني رجلها على رجلك. كلامك سديد، ويا ليت الأم تسمع كلامك. الله يوفقها. السلام عليكم.